السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شو الأخبار؟ أنا عبدالله جميل أبو ماجيك. وش عندنا اليوم؟ المذيعة السعودية سارة دندراوي صاحبة برنامج تفاعلكم، من المذيعات الكويسة صراحة في التلفزيون. برنامجها حلو، والمذيعة المواضيع اللي تطرحها حلوة، إنسانة مثقفة وفاهمة، ويعني برنامجها حلو. أوكي حلوين ما نختلف. صراحة أنا أحب أتابع برنامج تفاعلكم، وأحب أتابع يعني سارة دندراوي، تعجبني البنت ما شاء الله عليها، الله يحميها ويحفظها من كل شر. ولكن أنا ما أدري وش السر اللي مخلي هذه المذيعة تحديدا تتعرض لمواقف محرجة كثير. ترى دندراوي مذيعة كسبت اسم كبير في فترة قصيرة، اوكي؟ اتوقع انه ابرز شيء يعني معروف في سارة دندراوي المواقف المحرجة اللي تتعرض لها مع محمد عبده تحديدا، لدرجة يا عيال انا اسميها حبيبة محمد عبده صراحة. اليوم ابى اجرب اتابع لقطات مضحكة للمذيعة سارة دندراوي. سارة دندراوي ادري انك يمكن الحين انت قاعدة تتابعين هذا المقطع، بس حبيت اقول هذه فرصة حلوة تستضيفيني، اوكي؟ يعني ممكن تستضيفيني في يوم من تفاعلكم، ما ادري، اساليني 25 سؤال، خليني اتصل واسوي لك موقف محرج، اي شيء، اوكي؟ اتمنى ان الجميع يا جماعة الخير قبل ما نخش المقطع هذا انكم تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة اذا ما كنتم مشتركين، والله يعطيكم العافية على دعمكم وتواصل في الايام الراحة. احبكم يا عيال. شيء ثاني بس حبيت اني اقوله، يعني الان انا غيرت الكاميرا يا عيال، قاعد استخدم كاميرا ثانيه. الكاميرا هذه اشتريتها ب 10000 ريال تقريبا، سعر غالي اوكي، بس القناه تستاهل وانتم تستاهلون محتوى ذو جوده عاليه يا جماعه الخير. يلا يا ولد خلينا ندخل على لقطات سارة دندراوي المضحكه، ليتس جو. تخبروني يا عيال قبل فتره موقف رابح حبيبي ربوح. والله يا عيال الموقف هذاك والله اتابع مره ثانيه. معنا من الرياض وتحديدا من الجنادريه فنان العرب الفنان محمد عبده. اهلا فيك معنا يا ابو نوره ويعطيك العافيه. كيف هي الاستعدادات يا يا قمر؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اخبارك؟ الحمد لله تمام، دايما بخير وعافيه. انا دندراوي معاكم. ايه الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يخليك. الحمد لله تمام يا عيال. والله العظيم مهما تابعت هذا المقطع اقسم بالله ما تطفش منه. والله العظيم يا عيال انه مقطع مضحك، ويمين بالله اني شفته اكثر من مره، وشفته في الوقت اللي نزل فيه، وشفته الان، وشفته اليوم الصباح. والله العظيم اني ضحك. محمد عبد الله يرحم والديك، خلاص خلاص يا اخي. ايش عندك؟ احنا على الهوا يا ابو نوره. ايوه يا سلام طراوه. الله محمد عبده منتهي يا عيال. محمد عبده هذا يبغى له مقطع لحاله كذا، شطحات محمد عبده. مساء الخير والفل عليكم. الله ايش ماجد مهندس، مساء الخير عيون ساره. هلا هلا. هذا رابح حبيبي، رابح ربوح. لا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا يا الله. يا عيال والله العظيم اني ما اتصنع ولا كذا، اقسم بالله العظيم رابح حبيبي ربوح افضل شيء حدث في عام 2018 من الاخر انتهى. قفل اعطينا المقطع اللي بعده سرينا. اشكرك جدا على وجودك معنا اليوم ونورتنا يا ابو نوره، وكل عام وانت بالف خير ان شاء الله. انت والله اللي منور الشاشه، انت قليل انا يعني عامله. جبتي بيبي ولا لسه؟ لا 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 يا اخي يا اخي الله يرحم والديك. خلاص شكلك كذا يوحي بانك ما شاء الله تبارك الله يعني مزهزة. مزهزة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بنشكرك. واللوك حلو يعني اللي انا شايفه وراك العظيم يا عيال. ترى كمل كلام، خلنا نسمع تكمله الكلام، خلنا نسمع. وراء كل عظيم، وراء كل رجل عظيم امرأة. بشوفك انت دائما. ايش دخلهم بالمثل؟ ايش دخلهم بالمثل؟ احمد عبد المثل ما له دخل. وراء كل رجل امرأة عظيمة. ما في ايش ايش بلاش محمد عبده. اوكي سارة دندراوي شهرت ان حبيبة محمد عبده، وخر عن هذا كله، خلينا نشوف موضوع حبيبة ثاني. اوكي تعال جميل. انا حبيبتي لا اعرف. ثانية واحدة، وما الذي يجبرني أن 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 ألبي نداء قناة؟ والله الانسان هذا رهيب. دكتور مبروك عطيه، اقسم بالله انك انسان خرافي والله العظيم يا عيال. هذا الدكتور طبعا انشهر
بردوده القاصفه يحب كذا يقصف الناس، اوكي يجيب لهم كلام يخليك تقول خلاص معليش انا اسف دكتور اني اتكلمت معك. عادي تقول لي حبيبتي يا دكتور؟ ايوه عادي. واعطاها كلام. مبروك عطيه والله. ماي بوي ماي بوي دكتور، مبروك عطيه. ليش بتسميه عمو؟ فندوه عن الدراما لانه اكبر مني سنا. طيب اسالك عن عمرك هالحين. انا ما سالتك عن عمرك، ما تسالني عن عمري رجاء. انت قلت عنه عمو ما اعرف. خلاص اي طيب يعني انا كنت حابه بس اي كنت حابه بس اسال كم الفرق بينكم، كم سنه يعني او هذا بدي بس دقيقه. وقف ترى استحال استحال وجهك ما تسال، عيب ترى احنا على الهواء يا ابو نوره ما والله انا ابغى اقول لك ما حيلبس لك الروب دو شامبر ولا راح يلبس لك البيجامه، ما في غير الفلينه والسروال، ما في غيرها. طب ان قمت ان قعدتي هو واولاده طقم يوقفوا يقولوا ما شاء الله تبارك الله الاب واولاده كلهم فلاين وتراويح فتحوا ثياب وقعدوا له بالفلينه والسروال صح ولا لا؟ هلا صح ونص. طيب من الاشياء اللي انشهرت فيها سارة دندراوي يا جماعة الخير وموضوع 25 سؤال، اوكي؟ ارجع واقول سارة دندراوي جميلة 25 سؤال مع ابو ماجيك، اول سؤال هو اكثر سؤال يتكرر، ليش عايش لحالك؟ ما راح اجاوب، لا تجيبين ذا السؤال انت. مين يضحكك على مواقع التواصل؟ ناصر القصبي. على مواقع التواصل؟ في كل مكان. اوكي، اخر مرة كذبت؟ طب شو؟ تويتر، انستغرام، سناب شات او فيسبوك؟ هذا سناب شات. آخر كتاب قرأته؟ كيف تصبح غنية. جميل، ما عرض لهذا. أجمل صفة في المرأة؟ ابتسامتها. بدر أعلم؟ لا يا بدر، أجمل صفة مو شكل، صفة مثلا الصدق، الإخلاص، ابتسامتها ما هي صفة. الله يعطيك العافية أخ بدر. وسامتي سر شهرتي نوعا ما. الشباب ينتقدوني لأنهم يغاروا مني أحيانا. طموحك هو؟ طموحي هو أني أحقق ما لم يحققه غيري. أسوأ صفة في وما هو طموحك يا المبهم؟ ما هو طموحك يا بدر؟ ما هو الشيء الذي لم يحققه غيرك؟ أساساً هل في شيء في هذا العالم ما حد حققه لحد الآن؟ إيش مثلاً؟ الإنسان ترى وصل لسطح القمر يا يعني. إيه غير منا عشان أحلى منك؟ لا والله بس معليش ترى الردود ترفع الضغط يا استاذ بدر. بدر ما عندي مشاكل معاك، شويه منطق مرحبا يا ولدي. ودي يا ساره ما لقيت الا هذا تستضيفيني انا. زد يا جماعه الخير، المقطع هذا صار طويل بما فيه الكفايه. الله يعطيكم العافيه على المشاهده يا جماعه الخير، ان شاء الله تكونوا استمتعتم. لا تنسوا تشتركون في القناه وتفعلون زر التنبيهات، وخلينا نشوفكم باذن الله في المقطع الجاي في القناه بعد يومين. السلام عليكم.